أعلن سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف استكمال الوزارة تطوير 25 خدمة بعدة إدارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة حكومية في 24 جهة حكومية. وفي هذا الصدد أكد وزير العدل أن عملية التطوير المستمرة في الوزارة أسهمت في تسهيل إجراءات العديد من الخدمات العدلية وتحديث آلياتها.